متواجد في ورشة إنتاج الفيلم القصير اللي أطر فيه دريس قديدح، وأنا أشوف فيه بلي ورشة لبس بها، بحيث تقريبا درنا يومين نظري عرفنا ما بدأ التصوير، والآن رانا في إنتاج فيلم قصير مع الشباب، من الشباب ومع الشباب، وشفنا بلي المدة قصيرة، لكن الشيء اللي عطانا المؤطر دريس قديدح إن شاء الله يكفينا باش نكون احنا ثاني في دورنا منتجين في أفلام القصيرة. أنا الآن مشاركة في دورة موزايك، ورشة صناعة الفيلم القصير. الحاجة اللي عجبتني في هذه الورشة أنهم يديروا تطبيقات عملية، والآن نحن بصدد إنتاج عمل قصير بإذن الله. طالب أوديو فيزيال، جيت لولي الصيف طبعة ثانية موزايك باش ديفلوبي في الموهبة تاعي في هذا المجال. الحمد لله لقينا إقبال كبير واستقبال رائع. جينا لهنا لقينا أستاذ إدريس قديدح، ما شاء الله في القمة، وراني نتلبزح ويجدد في الدومين إن شاء الله، وإن شاء الله نتمنى ونزيدوا بزاف ورشات ونتعلموا جديد ان شاء الله ديما. إذن هذه الورشه تتمثل في تطوير مهارات الشباب التقنيه في صناعه وانتاج الفيلم القصير، وكذلك اهم التقنيات التي تستند اليها الصناعه السينمائيه. في هذه الورشه هدفنا واحد، وهو صناعه فيلم قصير يتطلب مجموعه من المعايير والتقنيات التي من خلالها نوصل الأفكار بالصوت والصورة.